فكرة انه بيتم الافتتاح في او بحضور المستشارة مع الرئيس المصري، واللوحة دي اللي اتعلقت واضح جدا انها تم تعليقها للحفاوة باستقبالها. المسألة دي فيها نوع من الاعتراف بالجميل، وده جزء من لغة الصدق ومكارم الاخلاق، لان المانيا اللي خرجت من ارضنا من 2008 نتيجة ان هي قدمت مشروع المدارس بتاع المستشار هيلموت كول، واللي يعني تم اهدار جزء كبير من قيمة هذا المشروع، خرجت وهي غضبانة لانه لم يتم الاعتراف بدورها في هذه المدارس وقتها، برغم ان الاسم كان جذاب، مبارك كول. الحقيقة في معنى تاني كمان مهم، انه مصر قدمت نفسها بصورة أبهرت المستشارة منذ ساعات الصباح والاستقبال الأول، لأنها قالت بعنوان بارز ومهم إن إحنا نستطيع أن ننجز في زمن يبهر الجميع والدول المقدمة بانضباط يوازي انضباط الألمان اللي هم بيباهوا بيه في العالم كله، وبأقل قدر ممكن من الأموال. وده نفسه اللي عبر عنه وجه المستشارة الألمانية، لأن الافتتاح عن طريق الفيديو كونفرنس عكس حضور الدولة الجديدة. ده معناه يا مصريين، علشان يكون عندكم شعور بالفخر كبير جدا، إن بلدكم ما بتعملش ولا خطوة بشكل عشوائي. المطلوب طول الوقت إن مصر الجديدة، مصر دولة 3-7، تقدم نفسها عبر مفردات عديدة، من أهمها اختيار الأماكن التي تحمل رمزية لكل قائد وزعيم يمر إلى هذه الدولة. علشان كده ده شعور حقيقي بيدينا إحنا بنتغير وإحنا قادرين جدا، واللي جاي إلى حد كبير بتاعنا، طالما إحنا محققين الشرطين المطلوبين: الحفاظ على وحدة الصف، وحدة الجبهة الداخلية، ده واحد. اتنين، الثقة في المكلف، لأن اللحظة كلها مبهرة لكل اللي بره، فليس أقل من إن هي تدينا شعور بالثقة في أنفسنا وإن إحنا قدها وقدود، لأن إحنا الدولة الناجية.